المرأة الحامل، التجارب دارو لو ريسك عند المرأة الحامل، خصك تعرفي بأنه 7 ديال الحوامل ماتوا من جراء الدلتا في العف الضربيده، فهذه اللي دازت، وهذا خساره كبيره. فاشي تمشي المراه تمشي كلشي، لما مات المراه البيت كامل تخرب. اذا فاش يكون هذا لو ريسك كثير عند المراه انها تصاب بالكوفيد وتموت هي ويموت الجنين ديالها، فلهذا التجارب دارت. وحنا دائما راه المغرب راه ما تنبداو شي حاجه حتى تكون الملايين ديال الناس خداوها، راه دائما حنا تنجيو، حنا ماشي حنا اللي تبداو الاولين، حيت الناس يقول لك تجربوا فينا، حنا راه ما تنبداوش دائما الاولين، حنا تنبداو دائما من الاخرين. اذا فاش بين اللقاح، لا اللقاح ديال فايزر ولا سيرتو اللقاح ديال سينوفارم اللي مصاوب بالطريقه القديمه اللي تنديروا بها اللقاحات ديال الدراري، راه 40 عام هذيك الطريقه عندها، ما عنده حتى شي مشكل على المراه الحامل من الاول ولا المراه اللي تترضع المرضعه. اذا اللي خايب هو دير لنا المرض ودير لنا مستعصي وتويات توفى والجنين توفى، هذا هو المشكل. ولهذا كذلك الا خدينا مثال اخر، راه دائما تنشوفوا حنا الحاله الوبائيه ديالنا وعاده نشوفوا التجارب العالميه، هذه هكذا تتخدم اللجنه ديال التلقيح اللي تراسها البروفيسور مونيتار العلوي واللي فيها اكثر من 15 ديال الخبراء من عده اختصاصات. حنا مثلا فاش الموجه الاخيره اللي كانت في اوت ماتوا 19 الطفل وكانوا اكثر من 120 في الانعاش، راه اتخذ القرار باش يتلقحوا الدراري من 12 17 عام، ولكن دابا الدراري من 5 سنين ل 11 عام قلنا عير الاطفال اللي عندهم امراض مستعصيه واللي والديهم بغاو يلقحوهم. استدير اللجنه بالعلم اللي وصل ليه دابا النتيجه الوبائيه ديالنا في المغرب، ما عطاتش انه كاع الدراري يتلقحوا من 5 سنين ل 11 عام.